وهنا قال الشيطان: أنا تلميذك سيدتي. قصة رائعة عن كيد النساء. نعم، إن كيدهن عظيم، هكذا قال المولى سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: على قدر ما تكون المرأة كائن رقيق ويظهر ضعيف ولا حيلة له، على قدر كيدها وحيلتها. فقصة اليوم تبين كم هو عظيم كيد النساء. هيا لنبدأ. تجادل الشيطان مع امرأة فقال لها مستغربا: كيف يتحدث أهل الأرض عن كيدكن؟ ونسوا أن الشيطان هو من أبدع في الكيد والحيل وخراب البيوت، فساد الأخلاق وسوء الظن. فقالت المرأة: دعنا من الكلام، أترى ذلك الرجل الذي يعمل خياطا أتستطيع أن توسوس له حتى يطلق زوجته؟ قال الشيطان: نعم، وهو أمر بسيط. فذهب إليه الشيطان وأخذ يوسوس له من شتى الاتجاهات، لكن الخياط كان يحب زوجته كثيرا فلم يأبه ولم يفكر حتى بالأمر، فعاد الشيطان منكسرا وقد اعترف بالهزيمة. فقالت المرأة بكل شموخ وعزة: راقب الآن ما سيحدث. ذهبت المرأة إلى الخياط وقالت له: أريد قطعة جميلة من القماش، يريد ابني أن يهديها إلى محبوبته. فأعطاها الخياط قطعة قماش جميلة ومميزة، ثم ذهبت إلى بيت الخياط ودقت الباب. ففتحت زوجة الخياط فقالت لها المرأة: أريد أن أدخل عندك لأقوم بالصلاة. فقالت لها زوجة الخياط: تفضلي. وبعد أن أدت الصلاة قامت بوضع قطعة القماش خلف الباب دون أن تلاحظها زوجة الخياط. وعندما عاد الخياط إلى البيت شاهد قطعة القماش فتذكرها على الفور، وتذكر قصة المرأة عن حبيبة ابنها فقام بطلاق زوجته فورا. فقال الشيطان: أعترف الآن بكيد النساء. ردت عليه المرأة: انتظر، ما بالك لو أعدتها إلى ذمته فورا؟ فقال الشيطان: مستحيل أن تستطيعين إعادتها إلا إذا اعترفت بجريمتك للخياط، وهذا خطر عليك. فقالت المرأة: هون عليك، فالأمر بسيط جدا. وعادت في اليوم التالي إلى الخياط وقالت له أنها تريد قطعة قماش شبيهة بالتي أخذتها بالأمس، لأنها ذهبت للصلاة عند امرأة مسكينة وقد نستها عندها وخجلت من العودة إليها. وعندها عرف الخياط أن زوجته مظلومة وقام على الفور بإرجاع زوجته. وهنا قال الشيطان: أنا تلميذك سيدتي. وفي النهاية أصدقائي، أتمنى أن تكون هذه القصة قد نالت إعجابكم. أيضا لا تنسوا إعطاءنا آراءكم في التعليقات، وشكرا لكم على المتابعة، وغدا إن شاء الله قصة جديدة.